دي الدنيا ثانية ورا ثانية، حياة دي حاجة تانية. هي دي الدنيا، كل الفيدباكس اللي وصلوني منها انه هي غنية كتير لها علاقة بالفرح، يعني بتعطي هيك هابينس للناس اللي بيسمعوها، وهيدا الشيء بيبسطني أكيد، لأنه الغنية ما بتوصل للناس إلا لتأثر فيهم. فيها تزعلك غنية، فيها تحسسك بشجن، فيها تحسسك بوضع أو حالة أنت كنت فيها، وفيها تخليك تكوني مبسوطة. يمكن هي أحلى غنية أنك تكوني مبسوطة. الكليب رح يكون حصرياً على الويب سايت تبعي ولا بمحل تاني، على www.maya-jab.com بيحضروا الكليب. It's gonna be there for وقت معين، اكسكلوزيف عندي على الويب سايت. ايفنت بيقول انه الجمال مش دايما له علاقه بالعمليه، الجمال بيقدر يكون ببروسيدجرز قبل العمليه بكثير، بتغني عن العمليات وبتخلي الست او الرجال يكون ساتيسفايد من شكله بلا ما يكون عرض حاله لعمليه صعبه. الكول بعتقد هي بتعطي شكل للجسم، بتشيل الفات من محلات بلا تعذيب، هيدا اهم شيء. فانا مع كل شيء ما له علاقه بالعمليات والناس بتخاف منه، ليه لا، طالما نتيجته 100% وما فيها خطر ولا 1% على البيشنت. بعد ما عملت كول بيضحكوا علي انه انت يو دونت نيد. طيب نحن عم نحكي عن الناس اللي دي نيد بمحلات معينه. انا بنت باكل شيء، بس انا بنت كمان بعمل سبار كل يوم، يعني ما فيك تكون، ما في شيء اسمه سحر بالحياة، يعني بتتعبي على حالك وبتتعبي كمان انك تكوني اذا جعتي تاكلي اللي بدك اياه. انا بخاف على حالي وبهتم بحالي، بجرب بحيالة طريقة اني حافظ على هيدا الجمال وطول له عمره اكثر ما بقدر. ليكو انتم محبتكم عندي كثير كبيرة، وبلاقيكم من اهم المواقع العربية اللي بتلاحق كل شيء كل يوم، وبتجربوا تكونوا بكل مكان. هيدا اكيد لانه في تيم هالقد قوي. بدي هني زويا ورودولف على سعيهم دايما ورا او ال ان وورا نواعم، وبدي اقول انه عندهم تيم بحب شغله، بيوصل الشغله او الفكره او الصوره الحلوه من حيالله ايفنت بتكونوا موجودين فيه. بعاد عن كل شيء خاصه بالنيجاتيفيتي والجوسيبينج، قراب كثير من الحقيقه ونقل الصوره الحلوه عن الفنان وعن كل ايفنت للناس. برافو.